سؤال الآن سيد حجازي بخصوص أو ما ذكرته صحيفة هارس الإسرائيلية بأن يكون حقل قارة للبنان وكريش لإسرائيل. نعم، يعني هذه المسألة يعني طرحها، هي مطروحة على في إطار الصيغة التي جرى تداول شأنها في المفاوضات. الجانب اللبناني أبلغ الوسيط الأمريكي عبر الرؤساء الثلاث بأن لبنان يطالب بالحق بخط 23 يضاف إليه حقل قانا جنوب هذا الخط، وهذا يتيح يعني للجانب الصهيوني الاستمرار في الاستثمار في حقل كريش على أن يكون وفق الصيغة المقترحة منصة للكيان الصهيوني في حقل كريش، ومنصة أخرى للجانب اللبناني في حقل قانا، وبهذا الشكل تكون هناك صيغة لرسم هذه الحدود واستفادة الطرفين ومن المناطق المتنازع عليها في ضمن الرعاية الأمريكية لهذا الاتفاق.